بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله رواد السلام. كان الكلام في المحور الثالث في سورة البقرة من محكمات المحكم الثالث في سورة البقرة، موقف القرآن من فئة من البشر، وهم أصحاب الكفر. ومر أن هذا الموقف من القرآن الكفر ثقافة قرآنية أصيلة، منطق ومنهج قرآني أصيل، لا يعني ما يتوهمه العلمانيون أو الغربيون أو المسيحيون أو الصليبيون أو اليهود أو الصهيونيون أو الحداثويون أو أصحاب الفلسفة الألسنيات، أن التكفير والكفر في القرآن يساوي استباحة الدماء واستباحة الأعراض والأنفس. لا، ليس المراد من التكفير في القرآن المساواة بين الكفر والتكفير والاستباحة. لربما هذا يتوهم المذاهب الإسلامية الأخرى، صحيح، لكن في القرآن في بتبيان من مدرسة أهل البيت ليس المعنى من الكفر والتكفير المساواة لاستباحة الدماء والأعراض والأنفس أبدا، بل كما مر بنا في مدرسة أهل البيت لتبيان القرآن، المعتدي والعادي والمحارب والعدواني بدرجة الحرام والاحتراب، ذاك الذي فقط وفقط يستباح دمه أو ماله أو عرضه، بلا فرق بين أن يكون كافر أو يكون مسلم أو يكون مؤمن. ولربما كافر معاهد يحرس دمه وعرضه وماله، ومسلم باغي يستباح دمه، لأن عادي محارب طاغي، أو لربما مؤمن بعد مو وقت مسلم، ولربما مؤمن عادي معتدي محارب، نعم، يستباح دمه وعرضه ونفسه لأنه معتدي، بينما الكافر المعاهد لا يستباح. إذن في مدرسة أهل البيت بحسب بيان القرآن الكريم ليس المدار على الكفر. الكفر نعم إدانة من القرآن، الكفر موجود، لكن هذه الإدانة ليس بالمعنى الذي يتوهم تصل إلى درجة استباحة الدماء، لا، هذا تشويه غربي لتعاليم القرآن أو تشويه من المذاهب الإسلامية الأخرى نتيجة تركهم لأهل البيت وقعوا فيما وقعوا فيه، وقعوا في شرعة الإرهاب وسفك الدماء، هذا ما شأنهم. أما في بيان أهل البيت هذا أمر تقريبا إلى حد ما بقينا فيه الكثير إلى إن شاء الله درجة الوضوح. الزاوية إذن شنو؟ إذن ما هي الزاوية الأصلية؟ إذن دفعنا الآن الزاوية الموهومة في ثقافة القرآن أو نظرة القرآن أو موقف القرآن أو منهج القرآن أو منطق القرآن من الكفر والتكفير. إذن ما الزاوية الأصلية اللي يركز عليها القرآن الكريم في
منطقة ومنهجة في الكفر والتكفير. الزاوية الأصلية زاوية بديعة جدا تربوية في القرآن الكريم من موقف من الكفر والتكفير، زاوية بديعة جدا تعليمية. طبعا القرآن ينذر بعذاب ليس دنيوي، بعذاب شديد خطير أخروي، وفرق المؤمن مع الكافر من هالجهة. المؤمن إذا كان عادي في دار الدنيا ونستبيح دمه وعرضه وماله، لكن هو آمن يوم القيامة. أما الكافر وإن كان آمن الدنيا إلا أنه ليس آمن ما سيأتي من عوالم أخروية. طبعا هذه بشارة ونذارة من القرآن في هذا الجانب. لا أمان الكافر ليس في دار الدنيا، لا أمان للكافر بحسب دار الآخرة، لا كما يتوهم ذلك الغربيون. إذا حافظ على شروط المعاهدة والسلم لا مسالم في الدنيا، في دار الدنيا. نعم بلحاظ الآخرة الأبدية ليس آمن. المؤمن إذا فرط في شرائط السلم الدنيوي قد يستباح دمه، قصاص يصير عليه، حدود قد يحاد، قد يدافع، نعم. لكن بلحاظ الآخرة ما دام هو آمن يأمن. البعد الذي طبعا هذا بعد آخر ثاني يركز عليه القرآن غير البعد الذي توهمه الغربيون، أن القرآن فيه نذارة وبشارة. المؤمن له بشارة أخروية والكافر له نذارة أخروية. هذا صحيح والسليم ومتين والسديد. إلا أن هناك زاوية بعد أخرى هي الأصل في موقف القرآن، منطق القرآن، منهج القرآن في الكفر والكافرين. زاوية علمية بديعة جدا. ما هي؟ القرآن بحسب على كل بيانات أهل البيت، بحسب يعني استظهار اللي قدرنا عليه وكذا، أنه يركز على زاوية أخرى علمية بديعة في الكفر الكافر. ما هو؟ أن الكفر في الأصل اللغوي والذي بنى عليه لغة الوحي، الكفر غطاء، غطاء حجاب عن الرؤية، عن الرؤية السمعية أو الرؤية عفوا البصرية أو السمعية أو القلبية، غطاء حجاب. أصل معنى الكفر في اللغة هكذا، كفر وكفر الغطاء الحجاب. فطرة الإنسان جهزت في الخلقة وأسست في الخلقة أن تدرك، تبصر، تسمع. هذه الفطرة التي هي جوهرة عظيمة إلهية، منحة إلهية عظيمة، المولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه هما اللذان يهودان أو ينصران، الله أكبر، أو يمجسان أو يبوذان أو أهل المجر يضلان، مقصود هذا. هذه الفطرة قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها. هذه الفطرة
بإمكانها بحسب بيانات القرآن والروايات رؤية كل العوالم، الملكوت وغيره 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 وغيره. الإنسان سواء كان كافر الاعتقاد أو كافر الأعمال، في مؤمن الاعتقاد لكن الكافر ماذا؟ الأعمال، لا سمح الله. قد مؤمن الاعتقاد لكن كافر الأخلاق، أخلاق كفار، مو أخلاق كفر فيه وليس أخلاق. قد يكون مؤمن الاعتقاد مؤمن الأخلاق لكنه كافر الأعمال. الكفر كما هو بيان القرآن بتبيان أهل البيت، الكفر درجات. حتى في بعض الروايات والآيات الغفلة القلبية درجة ظريفة لطيفة من الكفر، بس لطيفة مو معنى يعني ممدوع، يعني أقصد خفية، مقصود لطيفة يعني من الخفية، درجة خفية من الكفر. حتى الغفلة الفتور الفترة كفر درجات. هذه الفطرة الإنسانية بإمكانها باستعدادها أن تكون لاقط رادار مهول مهيب عظيم جدا. فقط الإنسان يحافظ عليها، حفاظ عليها طبعا من أشق المشقات. المحافظة عليها، لماذا فلان، لماذا الله منح فلان ولي كذا، هو الله منحنا، كنا نحن الذين نخسر أنفسنا، ولا هي موجودة، النعمة موجودة، العطية موجودة، احنا نخسر أنفسنا، خسروا أنفسهم. النفس دي شيء عظيم، كما أعطى الله عز وجل الإمكانيات للكل، الكل في الكل. الوحيد الذي لم يستثمر ولم يخسر نفسه سيد الأنبياء، ثم سيد الأوصياء، ثم سيدة النساء، ثم هلم جرى، ولا هاي العطية أعطيها الكل، لكن من الذي لم يخسرها نفسه؟ من الذي ضيعها؟ ومن الذي لا يضيعها؟ أضاعوا شو الآية؟ مادة لازم واحد يصير عنده معجم فارس قرآن. لا أضاعوا الصلاة، صحيح أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. بعد في مادة أضاعوا فيها شيء، ضيع ضاع في القرآن، لا في الضياع المقصود. فإذا دي العطية وهي الفطرة بإمكانها إذا الشيء الكثير، أعمالنا أو أخلاقنا أو الخطأ في الاعتقادات حجاب، يولد حجاب كفر غطاء. الكفر غطاء حجاب. إذن موقف القرآن موقف حنون رؤوف بالبشر وبكل المخلوقات. هذا البحث بعد لم يفتحوا، لكن ظاهر الآيات والروايات هناك فطرة مشتركة بين كل المخلوقات، ليس فقط بين الإنس. نعم درجة الاشتراك بين الإنس فيما بينهم أكثر من ما بينهم بين غيرهم،
ولا في درجة اشتراك بين الإنس والجن، بين الإنس والملائكة؟ جبرائيل في الحديث الكساء أنه منهم، ولكن ليس في حديث الكساء أنهم من. لطيفة. في حسين مني وأنا من حسين، علي مني وأنا من علي، حسن مني وأنا من حسن، لكن ليس في جبرائيل منا وليس في أنهم من. على كل واحد لازم يلتفت لهم. المهم في فطرة مشتركة يشير لها القرآن الكريم بين كل المخلوقات أصلا، ليس فقط بين الإنس. وضروب وأنواع المخلوقات الاشتراك في درجة الفطرة متفاوتة، لكنه في اشتراك في درجة الفطرة. الذين خاضوا في مباحث الفطرة من المحققين المعاصرين الذين توفوا رحمهم الله، أنا شخصيا ما بالي وقفت أن يشيرون إلى هذا المطلب، بس قد يكون أشاروا أن لم أقف. المهم أنه هناك فطرة مشتركة ليس فقط بين الإنس، بل حتى هذا يوكل لملف الفطرة كمحور محكم في القرآن. المهم هذه الفطرة، لأن الكفر ليس فقط في الإنسان. لطيف، القرآن الكريم لا يثبت الكفر للإنسان فقط. الكفر الظلم يثبته لكل مخلوق مخلوق. تذكرون الدين بحسب منطق القرآن بتبيان أهل البيت ليس مختص بالإنس والجن. الدين هو علاقة عامة عميمة بين الله وكل المخلوقات. زين، هذا الدين، أسلم له من في السماوات ومن في الأرض. في الجانب الطرف الآخر إذا لم يوفق أي مخلوق يصير عندك كفر 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 كفر. وهذا مبحث المفسرين أو المتكلمين أو الفلاسفة أو العرفاء ربما لم يثيروه، ولكنه أثير بشكل واسع جدا في بيانات أهل البيت شرحا لمفاهيم القرآن. لذلك في روايات أهل البيت كثيرة، فلان نبتة من النباتات أو فلان ثمرة من الثمرات النباتية موحدة أو على ولايتنا، فلان ثمرة ونبات لا كافرة، سأما بولاية الله أو بولاية الرسول. الدين لما يكون عميم كما مر بنا، إذن في مقابل الدين والتسليم والإسلام الكفر، وهذا شيء عجيب وعظيم في منطق القرآن. لذلك مر بنا أن الفطرة مشتركة في درجة من اشتراك الفطرة بين كل المخلوقات، بالتالي فطرة التوحيد التي هي فطرة الدين فطرة مشتركة بين كل المخلوقات على اختلاف في درجات الاشتراك في هذه الفطرة. ليس كالإنس أو كالإنس والجن. إذا لاحظ هذا موقف بديع عظيم في القرآن الكريم، أن تكامل كل مخلوق بالدين ليس فقط الإنس والجن. الإنس والجن لهم الشريعة، تكليف الشريعة مختص بالإنس والجن. وكل جعلنا لكم شرعة ومنهاجا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا في الشريعة صحيح، أما كما مر بنا مرارا بتبيان من بيانات أهل البيت الدين لكل المخلوقات. إذا كان الدين لكل المخلوقات الفطرة مشتركة بين كل المخلوقات. التكامل أو الدركات تشاهد في كل المخلوقات،
فالكفر أيضا موقف من القرآن، ليس فقط خصوص الإنس أو الجن، كل المخلوقات. لذلك بحسب بيانات أهل البيت، المؤمن ليس يشار فيه للإنس فقط أو للجن فقط، لا، يشار به للملك، يشار به لكل مخلوق مؤمن. كافر وكفر في منطق، إذا لم يكن كفر الشريعة، كفر الشريعة نعم مختص بالإنس والجن، أما الكفر في الأخلاق أو الكفر في الدين في المعتقد أو ما شابه ذلك، يعم كل مخلوق، يعم كل مخلوق. فإذا موقف بديع علمي من القرآن الكريم تجاه معنى الكفر، الكفر غطاء. في البحث القادم بمشيئة الله سنوضح أن سر حنان الباري تعالى ورأفته ورحمته ورحمانيته ورحيميته الإنذار من الكفر، لماذا؟ أن الكفر ينذر منه وهو عذاب بحسب اختلاف درجاته. فموقف القرآن من الكفر رحمة لا نقمة كما يتخيل الغربيون. نعم قد ظاهره نقمة لكن باطنه رحمة. وصلى الله على محمد وآله.